مزيد من المتابعة تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. دانا، ما هي آخر تفاصيل معك؟ هنالك بيان من رئيس سلطنة المحتلة يقول فيها وأعلن قبل الإعلان رسميا من الإسعاف الإسرائيلي عن مقتل 5 أشخاص جراء إصابتهم بصاروخ كان قد سقط جراء إطلاقه من جنوب لبنان. واتضح فيما بعد أن القتلى والمصابين، نتحدث في المجمل عن 5 قتلى، 4 منهم عمال أجانب، وهنالك أيضا قتيل يحمل الجنسية الإسرائيلية. ولكن اللافت شيماء أن هذه المستوطنة كانت قد أعلنت في 30 سبتمبر الماضي، أي قبل حوالي شهر تقريبا، أنها منطقة عسكرية مغلقة، أي يمنع الدخول إليها. اللافت هو وجود عمال أجانب في المنطقة يعملون في حقل سهلي كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية، أي أن هنالك خروقات من قبل الإسرائيليين لتشغيل أجانب من غير جنسية إسرائيلية، وعلى الأغلب من تايلاند كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية. وهذا ما أكد الجيش الإسرائيلي في بيانه. والحديث فقط عن صاروخين كان قد رصدهما جيش الاحتلال الإسرائيلي، كانوا قد أطلقوا من جنوب لبنان نحو مستوطنة المطلة. وعلى الرغم من قول جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن كل التهديدات كانت قد أزالتها القوات العسكرية المتوغلة في جنوب لبنان من خلال القضاء على قدرات حزب الله العسكرية فيما يتعلق منصات إطلاق الصواريخ المضادة للدروع، وبأنه يمكن الحديث عن إعادة المستوطنين، وبأن الخطر زال عن المستوطنات الحدودية الملاصقة بسبب إبعاد عناصر كتائب الرضوان وغيرهم من قبل حزب الله. تأتي هذه الرشقة الصاروخية المكونة فقط من صاروخين ليتم اعتراض صاروخ، أما الصاروخ الآخر فشلت القبة الحديدية في اعتراضه ما أدى إلى سقوطه على حقل سهلي. ومن ثم تم الإعلان رسميا عن 5 قتلى كما ذكرنا، 4 هم من العمال الأجانب وواحد من الجنسية الإسرائيلية. قبل قليل أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي قال أنه رفض إطلاق 25 صاروخ إلى منطقة كرمائيل. والحديث أيضا عن عدد، كما استخدمت هذه الكلمة وسائل الإعلام الإسرائيلية وجيش الاحتلال، عن عدد من الرشقات الصاروخية التي وقعت. هذا يأتي تزامنا مع المشاورات التي تعقد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقسطين للوصول إلى تسوية عند الحدود الشمالية. شكرا جزيلا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية.